تحية طيبة من مدينة ملقا. هاد الزنقة، هاد الشارع فين كاين هاد لي موتو، الدراجات النارية، مسمي لا كاريتيريا، ومعروف بأن دوك شغل نسميهم داك الكرنفال الديني ديالهم اللي كيحملوا فيه المسيح وأنواع متعددة من الرموز الدينية ديالهم، كيدوز من هاد الشارع هذا. و لي بالكون هنايا في الوقت ديال سيمانا سانتا هنا اكيد ما غتلقاش البلاصه ديالك، شي كلشي كيكون مكري. و لاجونس اللي كريت منها انا هي هادي نسميها لا ريسبسيون، اللي ربما كتبان لكم حدا خامونيس، وخامون هو الحلوف، دوك خامونيس هو الجمع. مدينة قديمة في قلب المدينة القديمة، باقيين محافظين على الهندسة المعمارية القديمة، كيعطيوهم ترخيصات ولكن مع الحفاظ على الواجهة. وربما كيظهر لكم واحد البناية فين كاين الروكال. الملاحظ هو ان البناء اذا شفتوا الشبكة من الاعلى حتى الاسفل، واذا رديتوا البال ايضا احترام تام للمارة. ربما راكم كتشوفوا هذوك الناس اللي دايزين لتحت، يعني في حرية تامة وما كاين لا زبل لا ردمة ولا هم يحزن. احنا عندنا واحد كيبني عمارة كيمرمد الشارع ويمرمد الزنقة ويحتل الشارع العام وربما يتسبب في حوادث. ايوي راهي مسألة باش متقدمين علينا فقط بالقانون، احترام القانون، يعني اللي عنده ولا اللي ما عندوش سواسية أمام القانون. واحد كيبني عمارة حنا عندنا يعني كيظن أن رأس المال ديالو الفلوس ديالو كيخولوا له أنه يكون فوق القانون، وهذا هو التخلف. المسألة الثانية اللي تعرضت الانتباه ديالي وهي شحال كتشوفوا هنا ديال الدراجات النارية، نزيد نوضحهم شويش. من مختلف الأحجام والأوزان والسيلندريهات حط الموتور ديالك وسير بحالك. أنا كنتصور هاد الظاهرة هادي عندنا في الحومة ولا في زنقة معينة، حط الموتور ديالك ضرب دورة تجي تلقى الريح. هادشي ما كيعنيش ان هنا ما كاينش سرقه ولا ما كاينش. البارح بالذات اون باتروي ديال البوليس غاديه بواحد السرعه خارقه، اكيد ان شي سائح ولا شي حاله وقعت، يعني في جوج دقائق تلقاهم حداك. وهذا الفرق بيناتنا حنايا، حنا عيط لهم وعيط وعيط و منزل قديم هنا دو لوتر كوتي، هذا اللي كيدارنا. اوي باقي ما كنتقنش هاد المعدات اللي اقتنيتها، ولكن في نفس الوقت قلت ندير معكم واحد الجولة صغيرة هنا في هاد الجزء من المدينة. نفس الملاحظة اللي قلت قبل قليل،
حول موضوع البناء، وهي نفس شركة بيروكال. ومسألة أخرى، الاحترام التام لممر الراجلين. وهنا غادي ندوز باش نوضح لكم هذيك المسألة اللي قلت. إذا العمارة هي كتبنى سيارات هما واقفين، هما كما كتلاحظوا، وهنايا هنا دايز تحت البناء، وربما كتلاحظوا حتى يعني لا بروتيكسيون، حمايه باش ما المواطن يحادي في الحديد، ولا ربما تكون شي حاجه خارجه تاديه ولا لو ريسبي توتال للمواطن. نقطع ومن بعد نعاود نرجع عندكم.